صوتك المنشور في السماء مناديا حيا على العزاء. إذن هو المحرر. أنتم يا من تحرصون أن تقيموا شعائر العزاء في أوروبا، أود أن أوجه لكم كلمة، ولست هنا لأدخل في سجالات الأديان، لكن لأذكر لربما تصل كلمتي إلى من تنفعه الذكرى. أولا، هل إن الحسين يموت ويحيا ثم يموت مرة أخرى كل سنة لتقيم له العزاء كل سنة؟ ثانيا، إن كنتم كما تقولون تحرصون على أن تقيموا مجالس العزاء هذه في أي مكان وفي أي بقعة من بقع الأرض، عليكم أيضا أن تقيموها جميعها كما تؤمنون به أنتم، ليس في وضع الرايات فقط وإنما اللطم في البيوت والشوارع. ثانيا، أن تقوموا بالتطبير وضرب أجسادكم بالسلاسل، وأن تأخذوا السيوف والسكاكين والآلات الحادة وتجرحوا بها أنفسكم، وتضربوا رؤوسكم ورؤوس أبنائكم الصغار الرضع، وتجعلوا الدماء تسيل لتبرزوا هذه المظاهر الحسينية. كم هي رائعة، وكم هو التأثر العظيم بمصاب الحسين يزهو في أوروبا، وتشم رائحة الدماء في كل مكان. هذه هي شعائركم، طبقوها ولا تتركوها. ثالثا، لا تنسوا أن تتمرغلوا بالرمال وتدهنوا وجوهكم ورؤوسكم من الأعلى إلى أسفل جسدكم بذلك الرمال الوسخة، وأن تسيروا بالشوارع تطبرون وتضربون أجسادكم ويسيل الدماء من الأعلى إلى الأسفل وتصرخون وتلطمون. هكذا هي شعائر الحسين، عليكم تطبيقها كما تطبقونها في العراق. ثم إذا كنتم تدعون الشجاعة وإنكم تقيمون هذه الشعائر مهما كان الثمن وبأي مكان ومهما كان السبب، لماذا لم تقيموها إذن في عقر داركم أنتم في كربلاء المقدسة وفي النجف الأشرف كما تدعون حينما كان صدام مستلما للحكم؟ فحينما كان صدام مستلما للحكم، هل كنتم تطبقون هذه الشرائع كلها؟ أين كانت شجاعتكم؟ ألستم تدعون أنكم بنسبة 80% من تعداد السكان العراق؟ 80% لم يقدروا أن يقفوا بوجه شخص واحد؟ هذه هي الشجاعة؟ أين الشهادة وتضحياتكم في سبيل الحسين؟ هل كان واحد منكم يقول إني قد خرجت من ظهر أبي ويذهب ليأخذ بثارات الحسين كما تدعون من صدام الذي منع إقامة شعائركم المقدسة كما تدعون؟ هل كان واحد منكم رجلا بأن يأخذ سلاحه ويصوب باتجاه صدام؟ كنتم تخافون أن تنطقوا حتى اسمه. أين الشجاعة؟ هل شجاعتكم أن تلوثوا بهذه المظاهر دول أوروبا التي فتحت لكم أبوابها وأعطتكم كل الحرية؟ كربلاء والنجف وقم ليسوا ببعيدين، ولا يوجد أسهل من الذهاب إلى هذه المدن، لن يكلفكم ذلك أي شيء، تأخذون الفيزا على حساب الدولة الأوروبية، بل وتعطيكم ثمن الذهاب وتعطيكم أيضا مبلغا كبيرا كي تتخلوا عن إقامتكم وتعودوا إلى الأماكن المقدسة التي أتيتم منها. تحياتي، كان معكم بشار من قناة الحياة مختلف محاورها مع بشار على اليوتيوب، All Aspects of Life على التيك توك، بشار بيرو باللغة العربية على الفيسبوك. أراكم في فيديو قادم.